أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي مع بعض إن شاء الله الوحدة، دروس الوحدة الثانية التي تتكلم عن التاريخ الإسلامي، وتتضمن هذه الوحدة عدة دروس، منها الدرس السادس وهو يتحدث عن الدولة الأموية، الدرس السابع الذي يتناول دروس الدولة العباسية، الدرس الثامن الذي يتناول دراسة الحضارة الإسلامية. نتعلم في هذه الوحدة إن شاء الله الدولة الأموية ومنجزاتها وخلفائها، الدولة العباسية ومنجزاتها وخلفائها، ومنجزات الحضارة الإسلامية. ونبدأ بالدرس السادس، الدولة الأموية. باستشهاد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في عام 40 هجري، بذلك انتهى عهد الخلفاء الراشدين، ويبدأ عهد جديد على العالم الإسلامي، وهو عهد دول، وهو ابتداء العهد الأموي، أي بمعنى الدولة الأموية. فهيا مع بعض لنعرف كيف تأسست الدولة الأموية، ومن هم أبرز خلفائها، وما هي أهم إنجازاتهم. قامت الدولة الأموية بعد انتهاء الخلافة الراشدة عام 41 هجرية، عندما نزل الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عن الخلافة لمن؟ لمعاوية بن أبي سفيان. اتخذ بنو أمية دمشق عاصمة للدولة الأموية. يرجع الأمويون في نسبهم إلى أمية بن عبد شمس من قبيلة قريش في شبه الجزيرة العربية، وكان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما مؤسس الدولة الأموية واليا على الشام في ذلك الوقت في عهد الخلفاء الراشدين. في هذه الفقرة يا شباب نتعرف ونعلم جيدا متى انتهت الخلافة الراشدة. انتهت باستشهاد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام 40 هجري. عام 41 هجري عرف بعام الجماعة الأول. لماذا؟ اجتماع كلمة المسلمين على خليفة واحد، عندما نزل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، لأن المسلمين في ذلك الوقت افترقوا وانتشرت الفتنة، فهناك من أيد الحسن بن علي ليكون خليفة للمسلمين، وهناك من أيد معاوية بن أبي سفيان ليكون خليفة للمسلمين. فتنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية حقنا لدماء المسلمين. اتخذوا بنو أمية دمشق عاصمة للدولة الأموية، يبقى كانت عاصمة الدولة الأموية مدينة دمشق، وين؟ في سوريا الحين، وهو لأن معاوية بن أبي سفيان كان واليا على الشام في ذلك الوقت في عهد الخلفاء الراشدين، ومعظم مؤيديه كانوا في الشام. يرجع الأمويين في نسبهم إلى أمية بن عبد شمس من قبيلة قريش، يبقى هنا نسبة إلى أمية بن عبد شمس، هذا الجد الأكبر لمعاوية بن أبي سفيان، وكانوا في شبه الجزيرة العربية. من هو مؤسس الدولة الأموية؟ هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. متى تأسست؟ عام 41 هجرية، هذه البداية. ماذا كان يعمل معاوية بن أبي سفيان في عهد الخلفاء الراشدين؟ كان واليا على الشام. من هم أبرز خلفاء الدولة الأموية التي بدأت من عام 41 هجرية حتى عام 132 هجرية؟ أي حوالي ما يقرب من 91 عام، هذا عصر الدولة الأموية. من أشهر الخلفاء مؤسسها معاوية بن أبي سفيان من عام 41 هجرية حتى عام 60 هجرية، ثم بعد ذلك يزيد بن معاوية من 60 هجرية إلى 64 هجرية. في عام 65 هجرية تولى الحكم عبد الملك بن مروان رضي الله عنه من 65 هجرية حتى 86 هجرية، ثم جاء من بعده ابنه الوليد، إلى أن وصل الحكم إلى عمر بن عبد العزيز ابن أخو الوليد ابن أخو عبد الملك بن مروان،
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي لقب بخامس الخلفاء الراشدين لأنه سار على نهج الخلفاء الراشدين. تولى الحكم من عام 99 هجرية حتى عام 101 هجرية. هشام بن عبد الملك من 105 هجرية إلى 125 هجرية، ثم وصل الحكم في عام 127 هجرية إلى 132 هجرية واحد اسمه مروان بن محمد، وكان آخر خلفاء الدولة الأموية. يبقى أول خلفاء الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان، آخر خلفاء الدولة الأموية هذا هو مروان بن محمد، مروان الثاني ابن محمد، من عام 127 هجرية حتى 132 هجرية. إذا عددنا خلفاء بني أمية نجد أن عدد خلفاء الدولة الأموية 14 خليفة. 14 خليفة حكموا الدولة 91 عام. عندي يا شباب هذه الخريطة أمامك، رسم وشكل للدولة الأموية، وهنا كان ملك بني أمية سيطرت عليه، وصلت في شرق آسيا أيضا شمال إفريقيا وبلاد الأندلس وجنوب أوروبا، أي أن معظم العالم كان تحت سيطرة الدولة الأموية. توسعت الدولة الأموية فشملت معظم أراضي آسيا الشرقية وشمال إفريقيا والأندلس وجزءا من أوروبا. نرى كده يا شباب، هذه معظم آسيا الشرقية، بعدين هذا شمال إفريقيا، وهذه بلاد الأندلس، وهنا جزء من جنوب أوروبا. اهتموا بالمدن، الأمويين اهتموا بالمدن، فهناك مدن بنوها وهناك مدن طوروها. من أشهر المدن التي بناها الأمويون هي مدينة القيروان في تونس. مدينة القيروان في تونس، ومدينة واسط في العراق، ومدينة حلوان في مصر، ومدينة الرصافة في سوريا. القيروان بناها عقبة بن نافع رضي الله عنه في تونس، وواسط بنيت في العراق، حلوان بنيت في مصر، والرصافة بنيت في سوريا. لما كانوا الأمويون في بلاد الأندلس دارت معركة كبيرة في عام 114 هجري، وهذه كانت في بلاد الأندلس وعرفت باسم معركة بلاط الشهداء أو بواتيه. بواتيه هذه بالفرنسية، أما هنا باللغة العربية تعرف باسم بلاط الشهداء. لماذا سميت هذه المعركة باسم بلاط الشهداء؟ لكثرة شهداء المسلمين في هذه المعركة، وكان قائد المسلمين يسمى عبد الرحمن الغفقي. كانت في جنوب فرنسا بين الدولة الأموية والفرنجة اللي هم الفرنسيين الأوروبيين، وانتهت بهزيمة المسلمين. بالرجوع إلى مصادر التعلم، يسجل الطلبة مدينتين إضافيتين كان أنشأهما تم إنشأهما في عهد الدولة الأموية. هناك مدينة الرملة في فلسطين ومدينة المنصورة ببلاد الأندلس. ننظر إلى هذه الطالبة وهي تسأل سؤال جميل، ومعلمتها أيضا ترد عليها بإجابة جميلة. من أين جاء خلفاء الدولة الأموية؟ ترد عليها معلمتها، نحن قلنا إنهم كانوا نسبة إلى من؟ أمية بن عبد شمس من قبيلة قريش. قريش كانت تسكن في مكة، ومكة في شبه الجزيرة العربية. يبقى إذن هنا جاءوا من شبه الجزيرة العربية وأصولهم من مكة المكرمة. نشاط 2، استمرت الدولة الأموية في اتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونهج الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا في عدة جوانب، ومنها نشر الإسلام، الرحمة والعدل، التوسع في الفتوحات الإسلامية، ومحاربة أعداء الإسلام. هذا وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا.